بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهلا في هذه الأمسية أو هذه السهرة أو هذه الجلسة التقليدية الأصيلة من مدح النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة يوم 10 في شهر 12 اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة المهرجان الثقافي المقام في ولاية العيون المضيافة الكريمة الصامدة المناضلة، حياها الله سلطات وجماهير، نحيوها بهاي المناسبة. وبهاي المناسبة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمنه أحرص إنسان على حقوق الإنسان هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستعيشون إن شاء الله ساعة من الزمن أو ساعة ونصف مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جلسة تقليدية مع الفنان المحفوظ ولد علي محمد ولد ميمية، الفنانة بيطورة بنت مولاي أحمد، الفنانة خبوسة بنت عينة، الفنانة بنت عيبود هي اسمها الفنانة قاع، مع هذه الجلسة التقليدية مع هذا الديكور مع هذه الطفلات المتقلدات مع هذا الراية مع هذا التقليد الأصيل. نشكر المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله يعود هذا في مستوى رضاكم ومستوى رضا الجمهور ومستوى رضا المتتبعين، وشكرا. لا إله إلا الله، الله محمد بشر بشر ولا يجاك البشر فهو يقودة والنا هو يقود الدهر والنهي سكن حجر النبي عليه النبي عليه وصير تدخيل والنهيك يا وقت الجبريل تزيد المخ
الجديد وبكل الخير لقيته طير طيرة ايه طير طيرة ايه Yeah.
توت سوا بعد حونين هو لهم علي وسيدك I'm gonna go.
ام العين Ah!
We'll be right back.
الشعب مدح الشعب الزين المعلوم الأخيار الرسل بيه الصباح مدح الشعب الزين المعلوم مدح الشعب الزين المعلوم مدح الشعب الزين المعلوم الأخيار الرسل الأخيار الرسل بيه الصباح الأخيار الرسل بيه الصباح وصل المدح من قبل اليوم ودور يتم لا يمدح وصل المدح من قبل اليوم ودور يتم الشعب عليه بالإيمان حد الشمس تروح وتصبح وما يسمح للعدوان وترابوا بيها ما يسمح قال الشعب عليه بالإيمان قال الشعب عليه بالإيمان قال الشعب عليه بالإيمان حد الشمس تروح وتصبح حد الشمس تروح وتصبح وما يسمح للعدوان وترابوا بيها ما يسمح الله ما يسمح للعدوان وترابوا بيها ما يسمح بسم الله
وكسروا معي أقرب شبيب محمد يا واربعيه
الليل منى نايم مشتاقه واحمد هو خير القومان يرميكم درب يمشيك يا يطيها سنة أبو ليمان يطيها سنة أبو ليمان يرميكم درب يمشيك يطيها سنة أبو ليمان يا والله يا شحتك يا والله يا شحتك يا سلام الله يوم الحسران ما خان الجودة للمولى ولا يسمع أحكام الشيطان ليلى والله يا شحتة ما دام الجودة للمولى يا خان الجودة للمولى انا بين احنا
احنا يا المصطفى تطلع عرايس فرقان الحية وشوي يا
رجاين الحية وش ويداني ما عينك في التنباش بسم الله قول بادي بصلات للرسول محمد ما نهي عنها قول مكبر كرشي لمحصول داير يسمع لي من حين فاصل فيه وباقي مقلول نتوسل به شافينا قولوا امين من الامراض العابد في الدور راجي فالله ينجينا من هول عندي عدت نقول صلى الله على محمد طه محمد نبينا صلى الله عليه لمة الظهور والسين وصلى الله عليه بالالاف من الاشراف وخيرة الاسلاف وصلى الله عليه بالقاف والقايل من طلعة زينة وصلى الله عليه اختلاف الكفرة والمسلمين وصلى الله عليه والاخاف حتى يصلي يلوينا من حجاج الله العراف بطرق مولانا يلقينا حب الرسول وبيهم طاف مكة ونطوف المدينة ولا نراجع عن من شاف يكون نصلي أمينا صلى الله على محمد طه محمد نبينا صلى الله عليه علمت الدهور والسنة الله يا بالي لا تشيان وملي لا تشي نهدم وملي لا تشي نهدم الطرحة نعمة الحيوان الطرحة نعمة الحيوان عاد نبرك فيها ورشوق السعدان اهلا لا بزيان السعدان في العذاب زيان عاد نقرب لك ما من فوق والنبات الثاني لقعان مساوي في القرقة والطوق حتى زادت بان الفرقان حتى زادت بان الفرقان عادت فيها من كل زمان وش مذاك اكسيدات أرزان ما زالت فيها بل الصوب وش ملاك بشي وعجلا وش ملاك بشي وعجلا وش ملاك أحوي المزروق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Thank you.
يا رب عنه ما ننسى يا وبا نعرف زمور ودرما نعرف لو تادو ديا نعرف لو تادو ديا تيرس والخط ومشاوي عندك يحيى وسليمان وكرم كل الواد نعرف زاد الاف الفرقان نعرف زاد الاف الفرقان لنازل والثاني طاوي نسدلهم عاي صبان صبان سدالة ونشوف بجاوي وش ملاك الفزز قزلان والله مهروكات الراوي نتواطى ما تنهرهم نتواطى معتز وفرحان كارب ياك أرضي علاوي فيه الطير وفيه الجنبان تمقمص وفيه الجاي قبل الصيب قولة بحيس يا قبل الصيب قولة بحسيان ما هم عدد وزيد وساوي بهتاي وفي مجلس إخوان من شعب أبطال ومدخاي السلاح سلاح ولينا من شعب أبطال ومتخاوي من السلاح سلاح الإيمان مؤطر وفورنا ويخط الشعب الرأس وشمجرية أمثال الولد والحلاوي بالطب ورصا والكيان كل بلد الثاني واوي صحراوي ما ينفذنا اليوم Yeah.
ولاية العيون عن هاي الحلقة، هاي الجلسة عنها مهدية لأبطال الانتفاضة وأبطال اللي في السجون المظلمة، وعلى رأسهم الداودي مبارك، مبارك الداودي، وتهديلهم هاي ولاية العيون، تهديلهم هاي الجلسة، وإن شاء الله نعودوا كله مش توافق المشاهدين والمستمعين متواجدين معكم إلى لقاء ثاني، ودمتم في بلاد عهد الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.